السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبز فدر بيض. راح أقدم لكم قناة على القمر نايسات اسمها درسوك. تبت لكم دروس عن بعد. فهذه القناة تشتغل 100%، وسوف أريكم طريقة إدخال هذا التردد على القمر نايسات. كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهدون هذه القناة، المرجو ضغط على زر سابوني ثم تفعيل خاصية الجرس لكي تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيع لنا أن نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قدمت لكم من جديد. فكما قلت لكم في بداية الفيديو، أتيت لكم بقناة رائعة وهي اسمها أدرسك، فهي تشتغل على قمر نايسات، فهي تبت لكم دروس عن بعد. قبل أن أريكم هذه القناة وطريقة إدخالها كله، سوف أريكم آخر قناة لدي وهي اسمها ليبيا سبورت شانيل. الآن سوف ننتقل إلى طريقة إدخال هذه القناة. إخواني الكرام، سوف نتوجه إلى كنترول ريموت، نقوم بالضغط على موني، نختار برمجة، نأتي للبحث عن المصدر، نضغط على أوكي. نأتي إلى قائمة المصدر ونقوم بالضغط على اللون الأحمر كما يقول لي هنا، أو أنت سوف تجد باللون الأخضر. فأنا لدي باللون الأحمر، سوف أتوجه لكنترول ريموت، قم بالضغط على اللون الأحمر هكذا، والتردد القناة هو 12400. نأتي لمستوى الرمز 27500. نأتي لهنا ونقوم بتغييرها إلى رأسي هذا الشكل. نأتي إلى البحث عن المصدر، نقوم بالضغط على أوكي مرة أخرى، أوكي، وننتظر. وكما ترون 26 قناة في تردد واحد. الآن سوف ننتقل ونكتشف معا هذه القنوات التي تمت إضافتها، وسوف نجد هذه آخر قناة كانت لدي ليبيا سبورت شانيل. الآن سوف نقوم بمشاهدة القنوات التي تمت إضافتها في تردد واحد. 26 قناة. شمس العرب حاليا لا تعمل. التغيير، فالتغيير HD فهي لا تعمل. مكة تي في لا تعمل. رؤية فهذه تعمل، فهذه رؤية تبث أفلام أجنبية. ليبيا 118 نيوز، فهي تبث برامج وأخبار. الغفران تي في تبث برامج متنوعة. أهل القرآن فهذه خاصة بالقرآن الكريم ربما لا تعمل. ليبيا 118 فهذه تعمل وتبث برامج متنوعة. الكنوز كنوز 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 فهي لا تعمل. أردن نو فهي لا تعمل، عفوا، فهي تبت برامج أو إنها غير مفتوحة الآن. تونيزيا التلفزيون فهي أيضا تعمل ولكن لا غير مشغلة غير مفتوحة. هنا سوريا ميديكال تي في، هنا الكنوز جنة، أردن سما فهذه تبث أخبار وبرامج. فو اي 24 فهذه تبث أخبار فرنسية. الجزائر، الجزائر جنة فهي لا تعمل، عفوا، فهي تعمل ولكن تبث موسيقى والى اخره. وهنا جو دارسك. فهذه القناه للاخوان الكرام التي تطرقت اليها في بدايه الفيديو، فهي تبث لكم دروس عن بعد، الرياضيات، الصف الثامن، وكما ترون الصف الثامن، وايضا ينقلون لكم دروس اخرى الصف التاسع والسابع والى اخره. فهذه قناة رائعة ويمكنكم إدخالها لأطفالكم لمشاهدتها وتعلم بعض الدروس. إخواني الكرام، الآن سوف نكتشف القنوات الأخرى. أردن سبورت HD فهي لا تعمل، لو كانت HD
راح تعمل. فأنا الريسبتور الخاص بلا لا يستقبل القنوات بتقنية اتش دي، فقط يستقبل القنوات بتقنية اس دي. هنا أردن آمن، لا تعمل الحقيقة الدول، فهي تعمل وتبث برامج مختلفة ومتنوعة. هنا الحقيقة، هذه تبث برامج متنوعة، الاتجاه تي في لا تعمل، عفوا فهي تعمل، هذه أي عيون الوطن تعمل، هضرموت تي في، هضرموت تي في فهي لا تعمل. هنا آخر قناة فهي تبث أفلام الكرتون فكما ترون. وكل ما يهمنا وهو هذه القناة درسك التي تبث دروس عن بعد. المهم إخواني الكرام، كان هذا هو درسنا لهذا اليوم، وإلى هنا أمنتد الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.